مباشرة عمرو موسى تمام بيعلن انتهاء الدستور، انتهاء لجنة التصويت على مشروع الدستور. الحمد لله وحده. أرجو أن نردد سويا: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا، تفضلوا. الحمد لله وحده، الحمد لله. طيب، حدث مهم جدا طبعا، لأنه واضح أن النهاردة التاريخ إيه؟ قلنا 1 ديسمبر 2013 دستور مصر الجديدة تم الانتهاء من صياغة مواده والتصويت عليها من قبل. على فكرة الصورة دي مؤثرة جدا، لازم نعلق عليها. دي صورة أحد أعضاء لجنة الخمسين، وهو أصر أنه هو يقف رغم أنه رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويبكي بالدموع بعد الإعلان عن الانتهاء من مشروع الدستور. استاذ محمد مصطفى الشربي، حاجه كبيره جدا، حاجه كبيره جدا بتحصل. في ناس مصممه ترمي عليها تراب. لا، ما ينفعش. في ناس مصممه ترمي عليها، مش هيحصل.